مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة طبعا فريقنا بيواصل استعداداته لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله على ملعب برج العرب في ذهاب نهائي أفريقيا. إن شاء الله كمان بكرة الفريق هيتواجه اسكندرية عشان يدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة المهمة والحاسمة واللي إن شاء الله بإذن الله تكون مفتاح الفريق عشان يحصل على اللقب التاسع في البطولة المحببة طبعا لجمهور النادي الأهلي الأميرة الأفريقية السمراء. البطولة طبعا دي غابت عن النادي الأهلي من سنة 2013 وعشان طبعا إن شاء الله ترجع مرة تانية لازم نبذل طبعا مجهود كبير جدا في اللقاء القادم وكمان إحنا كجمهور نكور وراء فريقنا بإذن الله في اللقاء اللي جاي عشان نرجع مرة تانية ونلعب في كأس العالم للأندية واللي أكيد وحشنا كلنا. طبعا الجهاز الفني للفريق فضل إن هو يدخل في معسكر مغلق عشان يوصل باللعيبة لأعلى معدل في التركيز. بإذن الله الفريق هيخوض تدريبين في برج العرب في معسكر برج العرب استعدادا لنهائي بطوله افريقيا. النهارده برضو كان في جمعيه عموميه لاتحاد الكره فاز كابتن احمد شوبير ودينا الرفاعي في الانتخابات التكميليه. طبعا هنتابع معاكم كل اللي حصل في الجمعيه العموميه وقراراتها وكل الكواليس الخاصه بالانتخابات اللي حصلت النهارده. هنتابع معاكم كمان كل ده واكتر ويكون ضيفنا النهارده استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في جريده الجمهوريه وانتم كمان تقدروا تشاركوا معانا وتقولوا لنا ايه هي المباراه اللي مش ممكن تنسوها ابدا ما بين النادي الاهلي والترجي. شاركونا على صفحه القناه على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. نبتدي حلقتنا النهارده لازم نقول كلنا الكابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي والكره المصريه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه طبعا عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب. طبعا احنا كنا عاملين هنا احتفالات كتيره جدا خاصه بكابتن محمود الخطيب كالعاده احنا دايما بنحتفل طبعا برموز النادي الاهلي ورموز الكره المصريه لكن كابتن محمود الخطيب رفض اي مظاهر الاحتفال هنا في القناه فاحنا نقول له كل سنه وحضرتك طيب يا اسطوره مصر. صلحها مصطفى عبده حلوه خطير ناحيه اليمين كل التعادل 2-2 الخطيب برجله اليمين 2-2 اهي هيعيدها تاني شوف الخطيب برجله اليمين جوه. تعالوا نبتدي معاكم حلقتنا دلوقتي باهم العناوين. الأهلي يختتم تدريباته بالتتش ويسافر غدا للإسكندرية. الشناوي المرمى وفتحي لم يشارك في التدريبات. الموافقة بشكل نهائي على حضور 60,000 لمباراة الأهلي والترجي. جماهير الأهلي تواصل الحجز الإلكتروني بكثافة. الترجي يصل لبرج العرب غدا ومدربه يعلن التحدي. مجلس الأهلي يدعو لجمعية عمومية عادية يومي 23 و 24 نوفمبر. فوز أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية مجلس اتحاد الكورة. البداية دايما بتكون بأهم أخبار النادي الأهلي من الجرايد. الأهرام الأهلي يدخل معسكر في الإسكندرية غدا استعدادا للنهائي الأفريقي. كارتيروني يطالب لاعبيه بإغلاق ملف الوصل ومحمد الشناوي جاهز. الجهاز الفني يخشى التحكيم في موقعة الإسكندرية والحكام يتدربون على خاصية الفيديو. الأخبار الوصل جرس إنذار للنادي الأهلي قبل النهائي الأفريقي. كارتيروني التأهل ما زال قائما والخبرة سترجح كفتنا. الجمهورية يخطط لخطف الأميرة الأفريقية. الأهلي يفتح ملف الترجي. الشناوي جاهز للنهائي الأفريقي. الأخبار المسائي كارتيروني يحارب الانهيار السريع. الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي بالتميمة والشناوي يسابق الزمن للتعافي. المساء مواجهة الترجي حديث الصباح والمساء في الأهلي. تدريبات مكثفة للمهاجمين ومعسكر مغلق غدا في الإسكندرية.
الوفد إقبال على تذاكر موقعة برج العرب وترتيبات مكثفة للحضور الجماهيري. الشروق الأهلي يرصد مكافآت خاصة للفوز بالبطولة الأفريقية. من استاد القاهرة بنلقي إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. الخطيب هو واحد بفاد النفط ولا بليك شمال. ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. كره زادتين وهيجي جول. يا جول جول جول. يفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا لاول مره. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي من الجرايد. نبتدي مع الاهرام. الاهرام قال ان قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي في الدخول في معسكر مغلق بكره ان شاء الله في برج العرب عشان يزود معدلات التركيز عند اللعيبه قبل المواجهه المهمه والمرتقبه قصاد الترجي التونسي في نهائي دوري الابطال والمقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه على استاد برج العرب. هيخوض الفريق تدريبين على ملعب المباراه يوم الأربعاء ويوم الخميس وبعد كده هيسبق التمرين الأخير مؤتمر صحفي الكارتيرون والحسام عاشور قائد الفريق كمان هيكون طبعا زي ما قلت لكم حسام عاشور موجود زي ما بتنص لوائح الاتحاد الأفريقي. وعلى الجانب الآخر رفعت إدارة النادي حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمباراة. عقدت اللجنة العليا المنظمة اجتماعات مكثفة واتفقت على توجيه الدعوة لعدد من الوزراء لحضور المواجهة وبتسابق طبعا إدارة النادي الأهلي الزمن دلوقتي بهدف طباعة التذاكر وطرحها للجمهور سواء عبر الحجز الإلكتروني اللي طبعا شهد إقبال كبير جدا وكمان نظام البيع العادي هتشهد مقرات نادي الأهلي توافد الألاف يوميا طبعا بيسألوا عن ميعاد طرح التذاكر. ومن جانبه تمنى محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في نادي الأهلي أن المباراة تشهد حضور جماهيري بشكل مكثف وبحضور كامل عدد التذاكر واللي هيتم طرحها. وكمان أكد أن جمهور النادي الأهلي هو العامل الأول والأساسي في الفوز بالبطولات وأن أهمية مباراة الذهاب كبيرة جدا وبالتالي لابد من توافر الدعم الجماهيري عشان يقدر النادي الأهلي أنه يحقق نتيجة كويسة جدا تساعده في لقاء العودة إن شاء الله. معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معنا. من استاد القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية الغالية ليتحقق في مصر ان شاء الله انتصارا رياضيا عجيبا. النادي الاهلي صاحب الارض والملعب والبطوله باذن الله. فاروق يلعب كره عرضيه فاروق عرضيه عاليه وبيحطها ساوي زبط سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ والله سي السيد خالد دخل الديب ويعوض مكانه محمد فاروق طرد و بيبو الله هقول كمان مبروك لمصر. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا لسه مكملين اخبار النادي الاهلي من على الجرايد ونروح للاخبار المسائي. الاخبار المسائي قال ان بدا كارتيرون في اعاده حساباته من جديد استعدادا لمواجهه الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا على استاد الجيش في برج العرب في اسكندريه خصوصا بعد تعرض محمد الشناوي للاصابه بكدمه في مفصل الفخذ خلال مباراه الوصل الاماراتي. كارتيرون اطمن من خلال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على حاله حارس
المنتخب، واللي اكد ان الشناوي سليم وجاهز ان هو يكون موجود في المباراه اللي جايه ان شاء الله في نهائي دوري ابطال افريقيا. وبرغم التطمينات اللي حصل عليها المدير الفني للنادي الاهلي، الا ان برضو شريف اكرامي هيكون البديل الجاهز تحسبا لعدم اكتمال شفاء الشناوي بالدرجه الكامله. كمان الشروق قالت ان رصد مجلس اداره النادي الاهلي مكافآت خاصه للجهاز الفني وللعيبه فريق النادي الاهلي عشان التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا بتخطي فريق الترجي التونسي والفوز بلقب دوري ابطال افريقيا. بيسعى مسؤولين النادي الاهلي ان هم يحفزوا اللعيبه عشان يبذلوا اقصى جهد عندهم ويفوزوا بالبطوله اللي بتعد طبعا البوابه للعالميه، خصوصا وان الفايز اكيد باللقب ده هو اللي هيشارك في بطوله كاس العالم للانديه، وهي البطوله اللي عاشقها اكيد جمهور النادي الاهلي خصوصا بعد الفوز بالمركز الثالث فيها في موسم 2006. ده كان أهم كلام الجرايد عن النادي الأهلي. دلوقتي هنروح نشوف أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي مرجان يؤكد على طرح تذاكر مباراة الترجي الأربعاء. بوابة الشروق الأهلي الشناوي جاهز لنهائي أفريقيا. يلا كورة الأهلي يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد يومي 23 و4 الميزانية. اليوم السابع الأهلي يدخل معسكر مغلق والترجي يصل برج العرب بطائرة خاصة. وزير الشباب والرياضة يطمئن على أهلية الترجي. كورة الأهلي يحارب إجهاد فتحي قبل موقعة الترجي. الوفد رسم الأهلي يعتمد أسعار تذاكر نهائي أفريقيا. الوطن سبورت الأهلي يغرد في صدارة تصنيف أندية أفريقيا والزمالك يحتل المركز الـ15. موقع الصريح أونلاين التونسي أنباء عن مشاركة الجريدي كأساسي أمام الأهلي والشعباني يرفض الضغوطات. نسل برغم تعويضه ببن شريفة في مباراة الهمهامة رامي الجريدي الحارس الأساسي ضد الأهلي. موقع قناة تونسية الترجي الرياضي اليوم ندوة صحفية للشعباني للحديث عن مواجهة الأهلي. موقع فوت 24 التونسي الأهلي المصري التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم نهائي بطولة أفريقيا بين العملاق النادي الأهلي الساحلي التونسي. شباب كأس أفريقيا مبروك 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 لقاء تحكيم الأرقام القياسية. نروح سريعا لأهم التفاصيل وبنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قال إن تم طباعة 60,000 تذكرة لمباراة ذهاب بين الأهلي والترجي التونسي محدد ليها إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية، وبيجرى اعتماد هذه التذاكر بالأختام المطلوبة. وقال كمان هيتم طرح 30,000 تذكرة لجماهير النادي الأهلي أو الحجز الإلكتروني واللي بيجرى الآن، أما بقية العدد فهيكون مخصص لأعضاء النادي الأهلي في الفروع الثلاثة من خلال منافذ بيع داخل الفروع، بالإضافة لأنه هيكون كمان في دراسة دي هيتم طرحها من خلال منفذ بيع في استاد اسكندرية بموجب بطاقة الرقم القومي. أكد كمان مرجان أن إدارة النادي الأهلي بذلت أقصى جهد عندها لحضور أكبر عدد من الجماهير، وأنه كان بيتمنى حضور ضعف العدد ده لكن طبعا الظروف خارجة عن إرادة الجميع. قال كمان مرجان أن تقديره الكامل لرغبة جماهير النادي الأهلي في مساندة وحضور المباراة، لكن تبقى النواحي الإجرائية نقطة مهمة جدا في التنظيم لتأمين وسلامة كل العناصر. كمان بوابة الشروق قالت أن محمد يوسف المدرب العام للأهلي قال وأكد أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق جاهز لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. الشناوي كان طبعا ساب مباراة الوصل الإماراتي الأخيرة متأثر بإصابته بكدمة في مفصل الفخذ قبل ما يتعافى من الإصابة ويعلن جاهزيته للمشاركة في نهائي البطولة الأفريقية. الله عليك يا شناوي.
التعلق ناوي ناوي محاولة تأتي المحاولة عالية والشناوي الشناوي الشناوي نعم محمد الشناوي عبر التاريخ الكرة رايحة فين؟ يا نهار أبيض الله عليك يا شناوي من على الخط يشيل طلع الكورة بتجيب العدسية في ناموس 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 للتراي من حارس المرمى يطلع الكورة راسية حلوة راسية محمد الشناوي في أول اختبار حقيقي يلا كورة كمان. قالت رئاسة كابتن محمود الخطيب قرر امبارح دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم 23 و24 نوفمبر لاعتماد ميزانية النادي. كانت أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي فاتت في مقر النادي للخروج ببعض القرارات حول الجمعية العمومية ولائحة النشاط الرياضي. وشهد الشهر الماضي إقرار لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بنسبة 87%. المشاركين يومها 16,138 عضو، وجت كمان الأصوات الباطلة 139 صوت فقط، والصحيحة 15,999 صوت. كمان اليوم السابع أعلن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هيدخل معسكر مغلق بكرة إن شاء الله الظهر، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر ليها الجمعة اللي جاية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. فضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مبكر للوصول باللاعبين لأعلى معدلات التركيز استعدادا لخوض مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا. في الوقت اللي بتصل فيه بعثة الفريق التونسي فرقة الترجي التونسي في برج العرب بكرة برضو الأربع على متن طائرة خاصة. إن شاء الله العملاقين النادي الرياضي الصفاقسي من تونس والنادي الأهلي المصري. يا فلافيو سبعة شهور كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي لمسة من عماد مدعم مرتدة تصويب وجول جول 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 محمد أبو دريكة بتتويج النادي الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة. لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على المواقع الالكترونيه، وبنوصل لموقع الاهلي.com اللي قال ان اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اجرى اتصالات هاتفيه بمحمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عشان يطمن على استعدادات الفريق قصاد الترجي التونسي. وخلال المكالمه الهاتفيه اكد وزير الشباب والرياضه حرصه الكامل على متابعه كافه الاستعدادات للفريق الاول في النادي الاهلي وتدليل اي عقبات حتى طبعا تخرج المباراه بالشكل اللي بيليق باسم مصر وباسم النادي الأهلي العريق، واتمنى طبعا الفوز للنادي الأهلي وحسم البطولة من برج العرب قبل لقاء العودة في تونس. برضو موقع كورة قال إن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النادي الأهلي رفض مشاركة أحمد فتحي ظاهرين النهارده يوم الثلاث استعدادا لمواجهه الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. اكتفى احمد فتحي بتدريبات بدنيه واستشفائيه منفرد، طبعا ده خوفا يقدر ان هو يكون موجود وجاهز للقاء الاخير. وغاب الثنائي هشام محمد ومحمد هاني لعيبه النادي الاهلي عن التمرين الجماعي، واكتفى الثنائي بجورهم بالاجهاد هما كمان. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ الحلم نبدأ الإنجاز لنهائي هذه البطولة بطولة دوري أبطال أفريقيا. بيركز أبو تريكة وبيلا برضه لبرو بيلا بيلا هي جول من ثواني بقولها نعمل خدوا البر خدوا البر بيلا يا جمالك يا بركات هتهنى ريحنا شد داخل شد يلا 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 يا جمال الأفريقي مليون مبروك. كمان الوفد قال ان مجلس اداره النادي الاهلي ناقش في اجتماعاته الاخيره الترتيبات الخاصه بمباراه النادي الاهلي والترجي التونسي، وعرضت اللجنه المخصصه لتنظيم المس كمان نتيجه الاجتماع الامني اللي عقد امبارح يوم الاثنين واللي تضمن موافقه وزاره الداخليه على حضور 60,000 متفرج، مع قيام مديريه امن الاسكندريه بالموافقه على فتح منفذ لبيع التذاكر بشكل مباشر للجمهور في استاد اسكندريه وفقا للاسعار التاليه.
المقصورة الأمامية ب 1000 جنيه، الدرجة الأولى ب 250 جنيه، الدرجة الثانية ب 150 جنيه، الدرجة الثالثة الموحدة ب 70 جنيه. كمان الوطن سبورت قالت تصنيف الأندية الأفريقية لشهر أكتوبر بعد ما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. كشف موقع فوتبول داتا بيز على تصنيف الأندية على المستوى القارة الأفريقية، تواجد نادي الأهلي في الصدارة، حال الترجي التونسي في الوصافة واحتل ثالث في الترتيب، وبعد كده جه فيتا كلوب في المركز الرابع، وجه نادي الزمالك في المركز الخمستاشر نظرا لابتعاده عن الأدوار النهائية في البطولات الأفريقية خلال الفترة الأخيرة. 21 جه المصري بورسعيدي في المركز ال 22، في المركز 34، والمقصة في المركز 43، وأخيرا أنفي في المركز 45. قم إلى نهائي الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الأهلي في إطار لقاء الإياب السكند ليج من أجل الشامبيونز ليج. حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول، والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الأهلي كأس السابعة في السجلات الأهلوية. ونروح معاكم دلوقتي سريعا لكريم احمد اللي كان النهارده طبعا موجود في تدريب النادي الاهلي الصباحي ليطمنا عن اخر استعدادات النادي الاهلي وطبعا على حاله المصابين. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك شيماء، برحب بيك وبرحب طبعا انت كنت موجود النهارده في التدريب الصباحي للنادي الاهلي، عايز اعرف منك كده الكواليس بتاعه التدريب واخر استعدادات الفريق من النهارده لحد ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، يوم اللقاء الحاسم والمرتقب، وكمان عايز اعرف منك واطمن منك عن حاله المصابين وبالتحديد احمد فتحي. يمكن طبعا في البدايه بقى من الصعب دخول النادي الاهلي مباراه مصريه وهو كامل العدد، عدد من الاصابات بتلحق النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، او بيبقى في صعوبه كمان في تجهيز اللاعبين. النهارده كالعاده يمكن التدريب كان صباحي الساعه 9:30 صباحا حضور جميع اللاعبين اللي كانوا متواجدين النهارده، لكن استثناء هشام محمد وسعد واسلام محارب واحمد فتحي ومحمد هاني، يمكن اللعيبه دول ما شاركوش في التدريب الجماعي او شاركوا في الجرعات التدريبيه. فضل مستر باتريس ان هو يكونوا تدريبات خفيفه جدا في الجيم. ابدا تفضيل النهارده ان هو لم يشارك احمد، عنده بعض الالام في العضله الاماميه، لكن من خلال سؤالنا للجهاز الطبي ومن خلال كمان معرفتنا ان شاء الله احمد فتحي في تجهيز كبير جدا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي المباراه، وايضا كمان محمد هاني يمكن نظرا لاصابه احمد فتحي في استعداد كبير لمحمد هاني ان هو يكون متواجد في هذه المباراه. كان في ايضا كمان تفضيل من باتريك كارتيرون المدير الفني ان هو لم يشارك بها النهارده غير الجيم، بيجهزوه بدني بشكل كبير، لسه في تدريبتين كمان ممكن يكون متواجد فيهم احمد فتحي، لكن عايز اكد على احمد فتحي ان هو ان شاء الله باذن الله يكون جاهز خلال الايام القادمه. ده اللي احنا شايفينه احمد فتحي، كان عامل البسيطه لكن تحامل على نفسه نظرا لاهميه المباراه قبل النهائي. المباراه المره دي هي مباراه نهائي، فان شاء الله بنتمنى باذن الله احمد فتحي يكون جاهز زي لهذه المباراه، بجانب اسلام محارب اللي يمكن اعلن جاهزيته. اسلام محارب ان شاء الله يكون جاهز، هو كان عنده الام بسيطه في العضله الضامه زي ما شفنا طبعا في مباراه الصيف، لكن اسلام محارب في تجهيز كبير ايضا من الجهاز الطبي. كل اللعيبه الصراحه يمكن خلال الفتره اللي فاتت بتتحامل على نفسها بشكل كبير نظرا لاهميه البطوله واهميه مباراه الترجي الاولى والمباراه الثانيه. النهارده كمان يمكن مستر باتريس كارتيرون في التدريب بخصص فقره تدريبيه، يمكن فصل بشكل كبير كل اللعيبه اللي هتشارك في المباراه او اللاعبين الاساسيين العناصر الاساسيه، وكان في شغل كبير جدا على تكتيك المباراه. النهارده شفنا تمركزات كتير، بيصحح بعض التمركزات، الفاولات، الكرات الثابته، يمكن 25 دقيقه كان فيهم تركيز كبير جدا على التكتيك وعلى اسلوب المباراه. يمكن خلال المباراه هنشوف الكرات الثابته فيها اختلاف كبير جدا عن المباريات الماضيه، في حاله تركيز منعكسه بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله ينقصنا كل التوفيق باذن الله في هذه المباراه، المباراه الاولى والمباراه الثانيه، 180 دقيقه تحسم ان شاء الله الصعود للنادي الاهلي والحصول على البطوله الافريقيه. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه نادي الاهلي، طبعا هو ادانا تفاصيل مهمه جدا عن تدريب النهارده، التدريب الصباحي للنادي الاهلي كان الساعه 9:30 صباحا، وكمان قال لنا اهم الاستعدادات اللي هتخص طبعا النادي الاهلي في الايام القادمه استعدادا للقاء الهام والمرتقب قصاد الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا. نروح بقى معاكم دلوقتي للمواقع التونسيه، نروح للمواقع التونسيه نشوف قالت ايه عن اللقاء طبعا الهام والحاسم ما بين النادي الاهلي والترجي التونسي. هنروح لموقع الصريح اونلاين التونسي اللي كتب ان حسب المعطيات الاولويه ل
نادي الترجي التونسي، فإن معين الشعباني ساند رامي الجريدي ووقف إلى جانبه رافضا الضغوطات، وتوجد أنباء في انتظار الحسم عن إمكانية أساسي في مباراة النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية أمام الأهلي المصري. كمان موقع الصباح نيوز التونسي قال ان قرر معين الشعباني مدرب الترجي التونسي إراحة الحارس رامي الجريدي امام حمام الانف في الدوري التونسي، واللي اتلعب اول امبارح ولعب مكانه الحارس معاذ بن شريفيه. إراحة الحارس رامي الجريدي ليعود لقياده الفريق في حراسه المرمى امام النادي الاهلي. كمان موقع قناه نسمه التونسيه قالت ان بيعقد مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني اليوم الثلاثاء 30 اكتوبر 2018 مؤتمر الساعه 6:30 للحديث عن المواجهه المرتقبه امام النادي الاهلي المصري يوم الجمعه اللي جايه في اطار ذهاب الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا لكره القدم. وبيجري فريق الترجي تدريباته الاخيره الساعه بكره في رحله خاصه للقاهره لمواصله التحضيرات. موقع ابو 24 التونسي كمان قال ان بيعيش احباء كرة القدم الافريقية على واقع النهائي الافريقي، نهائي كاس رابطة الابطال الافريقية بين الاهلي والترجي التونسي، وفي نظرة لتاريخ هذه المسابقة ففي استنتاج بسيط بنجد فرق شاسع ما بين النادي الاهلي وباقي أندية تونس، فالنادي الاهلي لوحده توج بهذا الكاس 8 مرات بينما توجت كل أندية تونس بهذه المسابقة 4 مرات، فطبعا ده بحسب الارقام هو شايل الأندية المصرية بتساوي أندية تونس مرتين. اياب نهائي دوري ابطال افريقيا لعام 2013، صاحب الألقاب والأرقام القياسية وحامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة. أبو تريكة، الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك. أدي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وأدي أبو تريكة، الله فرح المصريين يا أبو تريكة، وأدي الكرة عبد الله يسدد، وأبو تريكة الكرة بتحب الكرة بتكفه، سلام حلو عبد الله والدعم من أحمد فتحي وتسديدة والجول التاني. يا أهلي حديد، الأهلي حديد، ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجة، ده النادي الأهلي الذي أمامنا كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الأهلي للأبد. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، بنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الشروق، ناجي يصرح له تتعرض للظلم وعودته مكسب للمنتخب. البوابة نيوز، مدرب المنتخب ودية الإمارات كلها فوائد. جريدة المسا، إعفاء صلاح من السفر لأبو ظبي. يلا كورة، رسميا شوبير ودينا الرفاعي يفوزان بعضوية اتحاد الكرة. اليوم السابع، 258 نادي في عمومية اتحاد الكرة بعد موافقة الأندية. سوبر كورة، الأندية تطالب اتحاد الكرة بتأجيل الجمعية العمومية. الفجر، اتحاد الكرة يرفض مشاركة الزمالك في الانتخابات خوفا من بطلانها. بيتو، عمومية الجبلية توافق على الحساب الختامي والميزانية. بوابة أخبار اليوم، عمومية اتحاد الكرة تطلب مقابلة وزير الشباب والرياضة. الوطن سبورت، جراس يتحفظ على اجتماعات الإدارة معه كل فترة ويهدد بالرحيل عن النادي نهائيا. جريدة الشروق، ديلي مع ريال مدريد للتفكير في ضم محمد صلاح. في الجول، غزال أسعى للاحتراف في الدوري الإنجليزي قبل فوات الأوان. سكاي نيوز، مأساة كروية تهز البرازيل، مقتل نجم ساو باولو والتمثيل بجثته. آس الأسبانية، سولاري رابع أرجنتيني يتولى تدريب ريال مدريد. سبورت 360، بارس بيع عثمان ديمبلي في الشتاء. نروح
سريعا مع حضراتكم كل تفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي. هنبتدي من الشروق. الشروق قالت ان صرح كابتن احمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الاول ان ايهاب الغيطه يستعد للعوده للعمل مره اخرى في منصب مدير المنتخب. ناجي كمان اكد ان ايهاب الغيطه كان عامل شغل كويس جدا في الفتره اللي فاتت، وقال كمان ان الغيطه تعرض للظلم في بعض الاوقات بسبب امور لم يكن له يد فيها، وعودته هي عوده الحق لاصحابه. وقال كمان كابتن احمد ناجي عوده الغيطة مره اخرى لمنصب مدير المنتخب حيث يعد او يعد مكسب كبير. كمان البوابه نيوز قالت ان هاني رمزي المدرب المساعد المكسيكي خافيير اجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني قال ان فوائد مواجهه الامارات الوديه اللي هيخوضها الفراعنه ان شاء الله يوم 20 نوفمبر اللي جاي. وقال كمان رمزي ان الجهاز الفني بقياده اجاري يرغب في الدفع باكبر عدد ممكن من اللعيبه واللي هم طبعا جداد وغير الاساسيين لمشاهده مستواهم وادائهم مع الفريق القومي لتحديد المستمرين والمستبعدين خلال المرحله اللي جايه. كمان قال كابتن هاني رمزي ان مواجهه تونس في التصفيات القاريه والمنافسه على صداره المجموعه بتجبر اجاري على اللعب بقوه ضاربه كاملة عشان يقدر يحقق الفوز خلال المباراة. وقال كمان أن مواجهة الإمارات هتشهد ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة المنضمة من الدوري المصري الممتاز واللي تمت متابعتهم خلال الفترة اللي فاتت. يلا كورة كمان قالت أن فاز أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق بعضوية اتحاد الكورة. تفوق شوبير على عاصم مرشد رئيس مركز شباب كوم حمادة. وكمان فازت دينا الرفاعي بعضوية المرأة في اتحاد الكورة بعد تفوقها على شيماء منصور. حصل شوبير على 146 صوت، حصل عاصم مرشد على 60 صوت، حصلت دينا الرفاعي على 117 صوت في الوقت اللي حصلت فيه شيماء منصور على 90 صوت. كمان اليوم السابع قالت أندية الجمعية العمومية على قبول 36 نادي في الجمعية العمومية المقامة حاليا في أحد فنادق 6 أكتوبر عشان يصبح عدد الأندية 258 بدل من 222. أغلق خلاص باب التسجيل في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور 205 أندية من أصل 222، واكتمل النصاب القانوني بتواجد 112 نادي. كمان موقع سوبر كورة قال ان طلبت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من مجلس الجبلية تأجيل الجمعية العمومية لتعديل اللائحة لمدة 3 شهور. اقترحت الأندية على اتحاد الكرة تشكيل اللجنة لتعديل اللائحة بالكامل قبل عرضها على الأندية، وبتضم اللجنة كلا من فايز عريبي رئيس نادي طنطا والهرماس رضوان رئيس بني عبيد ومحمود الشامي عضو الجبلية السابق. كمان الفجر قالت ان رفضت اللجنه المشرفه على انتخابات اتحاد الكره التكميليه قبول تفويض نادي الزمالك للمشاركه في الانتخابات لانه جاء باسم رئيس النادي الموقوف بقرار من اللجنه الاولمبيه، وتمسكت اللجنه برفض مشاركه ممثل نادي الزمالك في الانتخابات التكميليه حتى لا تعد باطله بعد تعليمات اللجنه الاولمبيه بايقاف رئيس النادي. كمان فيتو قالت ان وافقت الجمعيه العموميه لاتحاد الكرة على تقرير الحساب الختامي، كما اعتمدت الميزانية العمومية للعام المالي المنقضي والذي قدمه سيف الله مصطفى مراقب الحسابات مع تقديم ردوده على جميع استفسارات الأعضاء حول هذا البند. بوابة أخبار اليوم قالت أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم وافقت على مقترح المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة من 20 عضو بيتم اختيارهم من جميع مناطق الاتحاد لمقابلة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عشان تنقل لي مطالبهم أو مطالب الجمعية العمومية بدعم الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية إنشائيا وعينيا. في الجول كمان قال ان علي غزال لاعب وسط منتخب مصر وفانكوفر وايت كابس الكندي بيتطلع للاحتراف في احد انديه الدوري الانجليزي. صرح علي غزال ان هو بيخطط من ساعه ما ابتدى مسيرته في الاحتراف في الدوري الانجليزي ان هو يوصل لحلمه كاي لاعب وهو يكون متواجد في الدوري الانجليزي او في البريمير ليج قبل فوات الاوان.
كمان سكاي نيوز قالت ان كشفت تقارير صحفيه برازيليه ان نجم فريق ساو باولو الشاب دانييل كوريا فريتاس عثر عليه مقتول ومشوه قرب حانا في حدث مأساوي هز أوساط كرة القدم في البلاد. ويبلغ اللاعب القتيل من العمر 24 عام عثر على جثته في مدينة ساو جوزي التابعة لولاية بارانا غرب البرازيل. وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ محمد مراد الصحفي في اليوم السابع. مساء الخير على حضرتك. الخير يا شيماء ودايما متألقة كده. دايما منورنا في الكلام في الميديا وعايز أعرف من حضرتك أكيد آخر تفاصيل وكواليس اجتماع النهاردة في اتحاد الكرة أحمد شوبير ودكتورة دينا الرفاعي في الانتخابات التكميلية. يعني هو طبعا الانتخابات الفرز خلاص النتيجة ظهرت من أكثر من ساعة. طبعا كابتن أحمد شوبير فاز في اعلى الاصوات في الانتخابات او على منافسه عاصم مرشد. كابتن احمد خد 146 صوت مقابل 60 صوت لمنافسه عاصم مرشد رئيس نادي او مركز شباب كوم حماده. كوم حماده. وعلى منافسه الفرقه فازت الدكتوره دينا الرفاعي عضو منطقه الشرقيه على منافستها شيماء الصوت لاعب كره القدم الرابطه بكره القدم الشرقيه. طبعا كان يوم النهارده يعني كان حصل بدا بمشاكل طبعا في جمال ومال اتحاد الكوره زي ما احنا متعودين في اي جمال ومال اتحاد الكوره. بدات بخناقات او بنظام بين انديه الصعيد تحديدا وبين احد انديه القاهره تحديدا نادي الطيران. وتم للاسف الاشتباك بالايدي في اول جمال وميه نادي الطيران وبين احد انديه الصعيد معترضين طبعا على انتقاد او هجوم رئيس نادي الطيران على محمد ابو الواقع المرشح لعضويه اتحاد الكوره طبعا. وحصل خناقه جوه في قلب الجمارك بشكل ما كناش نتمناه يبقى موجود في داخل اتحاد الكوره وجود شخصيات كبيره في اتحاد الكوره دلوقتي في مجلس الاداره تحديدا. طبعا الكابتن احمد شوبير بعد الانتخابات طبعا حرص ان هو يشكر جمال المياه وحرص ان هو يشكر بنفسه طبعا عاصم مرشد ووعد ان هو ينفذ طلبات او مقترحات جمال المياه اللي تمت النهارده في جمال المياه العاديه. حضر 210 نادي كان فيهم 208 نادي صوت صحيح دول اللي صوتوا او شاركوا في الانتخابات. يعني طبعا ابرز الانديه اللي ما كانش لها حق التصويت هناك نادي الزمالك ونادي بيراميدز لأسباب خاصة بالتفويض وأخطاء إدارية خاصة بالتفويض. بعد 8 سنين يعني لغاية دلوقتي غالبا مش هيتطبق خلاص. وبعد رفض أو تعاقد أعضاء جمال الأمية خلال الجمعية العمومية على بند 8 سنين في اتجاه إن هو يتم عودة جمعية عمومية غير عادية بعد 3 شهور لمناقشة بعض التعديلات الفرقة منها المرة تكون بقائمه موحده بناء على طلب تحديدا الكابتن هلا ابو ريده وبعض اعضاء مجلس الاداره قبل الانتخابات النهارده وقال لهم انا شايف من وجهه نظري ان القائمه الموحده بتبقى اساس المجلس اللي بيدير اي مكان بس. طيب واضح ان في مشكله في الاتصال ممكن نرجع مره ثانيه ونتصل باستاذ محمد مراد بعد شويه. نبقوا اهم الاخبار العالميه وكمان جريده سبورت او اس الاسبانيه قالت ان اصبح المدير الفني الارجنتيني سانتياغو سولاري اللي اختير من قبل اداره نادي ريال مدريد الاسباني مساء امس الاثنين لتولي منصب المدير الفني للفريق الاول الارجنتيني هو الرابع اللي بيجلس على مقعد المدير الفني للمرنجي. وبعد طبعا تعيين سولاري بقى رابع أرجنتيني بعد لويس أنطونيو وألفريدو دي ستيفانو وخورخي فالدانو. وطبعا قبل الإعلان عن اسم سولاري كان فالدانو هو الأرجنتيني الأخير اللي بيجلس على مقعد المدير الفني للملكي وكان طبعا ده في الفترة ما بين 94 و96 قد فيها ساعتها النادي الملكي في 78 مباراة. كمان سبورت 360 قالت أن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم كشف عن موقفه من بيع اللاعب
اللاعب عثمان ديمبلي في سوق الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير اللي جاي. أشارت التقارير نقلا عن بعض المصادر من داخل النادي الكتالوني أن عثمان ليس للبيع هذا الشتاء، وأن في ثقة كبيرة في قدرته على التطور بشكل أكبر بعد ما ظهر بمستوى أفضل بكتير خلال الموسم الجاري. قالت كمان المصادر دي أن برشلونة بيدرك تماما رغبة عثمان ديمبلي في القتال من أجل التأقلم مع الظروف الجديدة في بعض الجوانب، وخصوصا التكيف مع الكيفية السريعة اللي بيلعب بيها برشلونة في الجزء الأخير من ملعب الخصم. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرات. رجعنا مرة تانية، هنروح معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا وهنبتديها النهاردة مع الصفحة الرسمية لنادي الأهلي على تويتر، واللي احتفلت بعيد ميلاد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونشرت صورة ليه وكتبت: احتفالنا اليوم ليس بمجرد لاعب بل بأسطورة حفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب الجماهير، أسطورة مهما تعصف به الأزمات يصمد كالجبال، ومهما تحاصر الشدائد يتصرف بتصرف الحكماء، سنظل نفخر بك، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا بيبو. كمان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر صورة ليه مع كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو على تويتر، وكتب: برغم أنك رافض الاحتفال وعايز الكل يركز في الأهم من نهاية أفريقيا، بس لازم على الأقل نقول كل سنة وأنت محمود الخطيب أخويا وحبيبي وعشرة العمر، وربنا يديك الصحة ويخليك لكل حبايبك عيد ميلاد سعيد يا بيبو. كمان كتب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على صفحته على الفيسبوك: بيبو كل سنة وانت طيب يا كابتن، ودايما في صحة وسعادة ورضا وراحة بال. كمان احتفلت الصفحة الرسمية للفيفا على تويتر بعيد ميلاد بيبو، كتبت: ألف شكر ألف شكر، كلمات أسطورة الملاعب المصرية والعربية والأفريقية والنادي الأهلي محمود الخطيب، يوم اعتزاله باكيا. في يوم ميلادك نقول ليك نفس الكلمات لكل ما قدمته من متعة في تاريخ كرة القدم، عيد ميلاد سعيد كابتن بيبو، وتمنياتنا بالمزيد من النجاح وحب الجماهير. كمان نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة للخطيب وهو لاعب، وكتبت: 10 بطولات للدوري المصري، 5 بطولات لكاس مصر، مرتين توج بدوري أبطال أفريقيا، وزيهم لأبطال الكؤوس الكونفدرالية حاليا كلهم بقميص الأهلي طبعا. بيبو هو الهدف التاريخي للنادي الأهلي أو الهدف التاريخي للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية، وبرصيد 37 هدف، واختير كأفضل لاعب في مصر 7 مرات. كمان بنحتفل النهارده بعد ميلاد كابتن محمد ناجي جد ونجم النادي الاهلي والمنتخب السابق، واللي نشر على انستغرام فيديو للقطه من مسلسل كوميدي، مسلسل نيلي وشريهان، واللي اتقال فيه عيد ميلاده وكتب هدايا كتير بقى. تعالوا نشوف. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. كمان الصفحه الرسميه للكاف على تويتر فنشرت صوره لمشوار الاهلي والترجي لحد نهائي دوري الابطال، وكتبت: لقد جاءوا من نفس المجموعه، طريقهم الى النهائي كان مليء بالمخاطر، فمن سيحظى بالنهايه السعيده، الاهلي المصري ام الترجي التونسي؟ ان شاء الله الاهلي. كمان هنروح للصفحه الرسميه للنادي الترجي التونسي على تويتر، واللي كتب: الليله آخر حصة تدريبية للمجموعة قبل الانتقال للقاهرة غدا. نروح لمحترفينا، المحترف فانكوفر كندي كتب على تويتر: لقد كان عاما مليئا بالإيجابيات والسلبيات، لم ينال رضاكم للأسف في النهاية، ولكن نأمل أن يكون العام المقبل هو الأفضل لكم وللنادي، شكرا لدعمكم خلال هذا العام والنصف. برضه نشر عمرو ورده على انستغرام صوره من مباراه باوك امبارح قدام باناتياكوس في الدوري اليوناني، واللي انتهى بفوز باوك 2-0، كتب الثلاث نقط. كمان رمضان صبحي لاعب هارسفيلد تاون الانجليزي، فكان حريص ان هو يقدم التعازي في ضحايا نادي ليستر سيتي الانجليزي، كتب على صفحته على تويتر: قلبي مع كل عائله ليستر سيتي. كمان النجم الانجليزي ديفيد بيكهام نشر صوره على الانستغرام وكتب: اشعر بالاسى لسماع ماساه ليستر سيتي، خالص التعازي لعائله واحباء
ليستر سيتي، وكل شخص مرتبط بالنادي كان السيد فيتاشي مالكا رائعا، وبدأ وكأنه رجل لديه طموح كبير وشغف كبير، فربما يستريح في سلام. نشر كمان حارس مرمى ليستر سيتي داني وورد على تويتر صورة مع فيتاشي وكتب: نشكرك أيها الرئيس على كل شيء، سيظل إرثك هنا مصدر إلهام لنا جميعا لترقد في سلام أيها الرجل الرائع. برضو نشرت صفحة ليستر سيتي على تويتر فيديو لتأبين مالك النادي الراحل في ملعب كينغز باور. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. كمان دلوقتي هنروح معاكم لعيد ميلاد الأسطورة مارادونا. الصفحة الرسمية للفيفا على تويتر احتفلت بنشر صورة ليه مع كأس العالم وكتبت: عيد ميلاد سعيد للأسطورة دييغو مارادونا، واحد من أفضل اللعيبة في تاريخ كرة القدم، بيتم 58 عام النهاردة. كمان الصفحة الرسمية لكأس العالم على تويتر احتفلت وكتبت: واحد من أعظم من أعطى لكرة القدم مارادونا، يتم عامه 58 اليوم، عيد ميلاد سعيد. نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على تويتر صورة لمارادونا وكتبت: عيد ميلاد سعيد لأسطورة اللعبة. نروح بقى لصفحة برشلونة على تويتر، واللي طبعا لسه بتعيش في أجواء الكلاسيكو، نشرت فيديو لكواليسه وكتبت: هناك المزيد لترى عن الكلاسيكو، تعالوا نشوف. كمان نشرت الصفحة الرسمية للليغا على تويتر فيديو لنجم برشلونة سيرخيو روبرتو، كتبت: 71% من مساحة الكرة الأرضية مغطى بالمياه والباقي يغطيه سيرخيو روبرتو، تعالوا نشوف الفيديو. نشر كمان مارسيلو لاعب ريال مدريد الاسباني صوره على انستغرام للكلاسيكو وكتب: في بعض الاحيان تحدث بعض الامور السيئه لتحملنا الى الاتجاه الصحيح، لحظه صعبه ولكن ريال مدريد دائما يعود.
كمان سيرخيو أجويرو نجم مان سيتي فاحتفل على تويتر بالفوز على توتنهام في ملعب ويمبلي 1-0 وكتب 3 نقاط مهمين، تنافس قوي للسيطرة على القمة. نشر ديفيد سيلفا لاعب المان سيتي على تويتر صورة من المباراة وكتب فوز حاسم ضد خصم قوي، ليست أفضل الظروف للعب لكننا حققنا الفوز. أخيرا نشرت صفحة بونز ليغا على تويتر فيديو لنجم بايرن ميونخ الألماني توماس مولر وهو بيلعب سلة. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بقى نستقبل ضيفنا النهارده أستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. في الدقيقة الأولى من الواد المحتفظ بدل الضايع. سمير كمونة في الوقت الحاضر. تصوير! أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. على قناة الأهلي. من هنا كانت البداية، من هنا اتكتب أول سطر في الحكاية، حكاية جيل بيسلم جيل، من هنا خرجت أساطير الكورة، من هنا طلعت مواهب كتير، من هنا كتب تاريخ كبير للنادي الأهلي بأقدام أبنائه. من ملاعب الناشئين بالنادي الأهلي هنقدم لكم مستقبل القلعة الحمراء، مواهب بكرة ونجوم السنين الجاية. معاكم كل أسبوع برنامج الأشبال أسامة حسني. الأشبال الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي.
رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه. مساء الفل على حضرتك، منورنا في كلام في الميديا. ربنا يخليك، مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين ان شاء الله. النهارده طبعا هنتكلم عن حاجات كتير قوي، اكيد اهمها هو اللقاء المرتقب والحاسم والهام ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي قصاد الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال. قبل ما نتكلم عن اللقاء، فانا عندي خبر اكيد مهم لكل مشجعين النادي الاهلي. برزنتيشن سبورتس قررت انها تخلد اساطير النادي الاهلي في رحلات الجماهير لتونس. اعلنت شركه برزنتيشن سبورتس راعي الكوره المصريه والشريك التسويقي لنادي الاهلي التفاصيل الخاصه برحلات الجماهير، جماهير النادي الاهلي لتونس، عشان طبعا يدعموا ويؤازروا الفريق في النهائي التاريخي لبطوله افريقيا للانديه الابطال. المباراه ان شاء الله هتكون قصاد الترجي التونسي في ملعب رادس، المقرر ليها ان شاء الله 9 نوفمبر اللي جاي 2018. قررت الشركه ان هي تخلد اسماء عدد من اساطير النادي الاهلي والكره المصريه في رحلات جماهير النادي الاهلي لتونس، وقسمت الرحلات لخمس مجموعات زي ما قلنا قبل كده. حملت اسماء اساطير النادي الاهلي الخالده، وهم طبعا كابتن صالح سليم، كابتن محمد عبده، كابتن صالح الوحش، ثابت البطل، صفوت عبد الحليم، ومحمد عبد الوهاب. حرصت كمان الشركة ان هي تحط شوية توضيحات لكيفية السفر او اجراءات السفر الخاصة لتونس عشان تساند وتدعم النادي الاهلي في لقاء ان شاء الله في رادس، اللقاء المرتقب ده. الشركة طبعا بذلت مجهود كبير جدا عشان تقدر ان هي تخفض الاسعار لجمهور النادي الاهلي عشان يقدروا ان هم يكونوا موجودين هناك. واكدت طبعا برزنتيشن سبورتس في الخطوة اللي عملتها دي شعارها اللي بتقول فيه دايما كرة أو جمهور الكرة هو حياتنا. شركة برزنتيشن وقفت على كافة الاتفاقات والإجراءات المتعلقة بالحدث الكبير ده، وأعلنت الشركة على تفاصيل الخاصة بالرحلات، وكمان حطت أرقام واتساب بيتم التواصل الجمهور بالشركة على طول. طبعا في أرقام كتير جدا إن شاء الله نحطها لحضراتكم كمان على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة النادي الأهلي عشان تقدروا تتواصلوا على طول مع الشركة، وأرقام تانية خاصة بأعضاء النادي الأهلي اللي برضو عايزين تواصلوا بالشركة ويكونوا موجودين إن شاء الله وداعمين للنادي الأهلي في اللقاء المهم جدا اللي هيكون في رادس في نوفمبر. سعر الرحلة بعد التخفيض هو 6980، يعني 7000 جنيه مصري. ده بيكون شامل تذاكر الطيران من القاهرة لتونس ومن تونس للقاهرة مرة تانية، والانتقالات من وإلى المطار، والانتقالات كمان جوه تونس لغاية الاستاد، والرجوع طبعا بعد كده من الاستاد مباشرة على مصر أو على القاهرة. كمان بيتضمن أو بتضمن 7000 جنيه دول وجبة غدا وتذكرة اللقاء زي ما قلت لكم. بالنسبة بقى للتأشيرات، فشركة برزنتيشن بتقول اللي حابب إن هو يروح يقدم على التأشيرة يكون معاه بس الباسبور بتاعه وصورتين شخصيتين عشان يقدر ان هو ياخد الفيزا على طول الخاصة بتونس، ويدفع طبعا الرسوم الخاصة بالتأشيرة في السفارة. شايف بقى الخطوة دي ازاي بعد ده كله؟ لا، هي طبعا الشركات الراعية انا اتصور في العالم كله هي اللي بتكون مسؤولة عن تنظيم مثل هذه الرحلات. بتبقى خطوة كويسة جدا ان هي تكون في عملية تنظيمية، ان انا استطيع ان انا حتى احدد جمهور اللي انا عايزه اللي يروح، جمهور المحدد اللي انا عايز اختاره، ما يدخلش فيه اي عناصر كده مخربة، تكون في عناصر راح تعمل لي مشاكل. صحيح. فانا شايف ان الفكرة كويسة جدا، وان كان تطبيقها هيكون مش سهل اكيد، انما هتبقى كويسة جدا ان يبقى ليا جمهور يروح يوم الماتش ويرجع في نفس اليوم. هي دي بتعتبر لحتى الاسعار اللي هم حاطينها دي اسعار التكلفه الحقيقيه. صحيح. للتذكره رايح جاي. حاجه كويسه. يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا مباراه الاهلي مع الترجي يوم الجمعه. جمهور الترجي وصل النهارده. برضو صح. رحلات خاصه معموله لهم، هم وصلوا النهارده وهيبتدوا تباعا لحد ما فرقه الترجي بتيجي على طيارتها. صحيح. الخاصه كده. صحيح. انما انا شايف انها خطوه متميزه جدا، او دي انا بقول بقى دي البدايه العمليه للشركات الراعية المحترمة. الشركة الراعية المحترمة هي اللي بتحدد جوانبها، بتحدد أهدافها، طموح جماهيرها، طموح ناديها.
لان اسم الاهلي ده اسم كبير جدا، واحنا محتاجين الجماهير في المباراه الثانيه ان شاء الله اكيد عشان برضو تدعم لاعبتنا، وان شاء الله نروح ونرجع بكاس البطوله يا رب باذن الله. بكره ان شاء الله فريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي هيسافر ويتوجه اسكندريه عشان هناك يكون المعسكر الخاص باللقاء الهام والمرتقب قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. اللقاء ده شايفه ازاي؟ المباراه دي شايفها ازاي؟ احنا بنتكلم في اللقاء 19 واللقاء 20 في مواجهات الاهلي والترجي التونسي. صحيح. يوم الجمعه يكون اللقاء رقم 19، احنا داخلين مباراه باذن الله، باذن الله يكون التوفيق حلفنا ويكون ربنا معنا باذن الله في هذه المباراه، خاصه ان النادي الاهلي بيمر بفتره انا شايفها متذبذبه وده شيء طبيعي جدا بسبب الاجهاد. لا سيبنا من الاجهاد، ممكن نقول اجهاد وارهاق والاصابات وهنفسر حلول كتيرة، ولكن لا احنا برضو عايزين نكون واضحين انك انت المستوى عمره ما بيكون ثابت لاي فريق في العالم ولا اي منتخب. أكيد. أكيد. الوصول للقمة سهل ولكن من الصعب الحفاظ على دي مشكلة. لما نيجي نتعامل بمنطقية ونيجي نتعامل بكلام عقلاني اجي اقول ان مباراة متساوية الحظوظ بين فرقتين. صحيح. فرقتين لعبوا مع بعض في الادوار التمهيدية اللي هي المتكلم على دور ال 16 اللي كان في دور المجموعات، احنا تعادلنا هنا وكسبناهم هناك. احنا مواجهاتنا على فكره مواجهات الاهلي مع الترجي بالذات احنا الاعلى، لنا 7 انتصارات هم لهم 3 ومتعادلين في 8، يعني بنتكلم في 18 مباراه. صحيح. بنتكلم في مباراه رقم 19 ومباراه رقم 20. انا امنيتي ان الاهلي يكسب والتوانسه برضو امنيتهم ان هم يكسبوا. أكيد. ولكن اللي هيحافظ على وقاره الفني والتكتيكي في الملعب والالتزام هو دوت اللي هيكسب البطولة دي. أكيد. هي في علم الغيب، بس ما جيش أقول بقى أنا إمكانياتي أعلى، هم برضو عندهم مشاكل جامدة جدا. يعني هم داخلين خالد بن يحيى في آخر مباراة احنا كسبناهم ونتائج الترجي وحشة جدا، نتائج الأهلي أحسن بكثير من الترجي، فأنا النهاردة بتكلم إن نفس الظروف متشابهة، ولكن اللي هو عنده إصرار وتركيز إن شاء الله يكون الأهلي هو الأقوى ان شاء الله باذن الله. اللقاء ده هيكون فيه ان شاء الله 60,000 مشاهد او 60,000 من جماهير نادي الاهلي، شايف اهميه وجود الجمهور بالاعداد الكبيره دي ازاي؟ لا جمهور الاهلي بيحرك الصخر. جمهور الاهلي جمهور جميل جدا، جمهور عاشق لفريقه. صحيح. بس الجمهور الحقيقي. صحيح. مش الجمهور اللي جاي يعمل مشكله ولا الجماهير اللي جايه تعمل لنا ازمات. لا ده الجمهور ده انا بعتبر باذن الله إذا كتب لنا المكسب أنا بقول إن 70% 80% هيكون لهذا الجمهور. صحيح. جمهور ما بيقاسي وبيستمر حتى في الوقت الضايع مستمر. حقيقي حقيقي. ما بيهموش. حقيقي. صحيح. إنما هيضيف على قوة هذا الجمهور قوة الأداء. يعني أنا الله يكون في عون الأهلي. الأهلي الله يكون في عونه في المباراة دي، خاصة إن أنا شايف إن الإصابات مأثرة علينا بشكل كبير. أكيد. إحنا خسرانين للأسف. إنما إن شاء الله يرجع لنا الأعمدة الرئيسية. مش عايزين مباراة الوصل تكون أثرت علينا. طب بمناسبة الكلام عن مباراة الوصل، كان في انتقادات كتير قوي توجهت لباتريس كارتيرون إن هو لعب باللعيبة الأساسيين في مباراة الوصل. اللي فين اللعيبة الأساسيين اللي كان بيلعب بيه؟ أنا لما أخد لما يكون قوام الأساسي 11 بيلعب منهم 4 أو 5 أساسيين يبقى أنا لعبت بالأساسي. لا وبعدين أنا يعني أنا بعترض تماما على فكرة إن حد يقول لك بينتقده. مين اللي بينتقد باتريس كارتيرون؟ الجمهور العادي ولا اللي ماشي في الشارع ولا المحللين اللي مالين القنوات الفضائية ولا الخبراء ولا المنطق اللي بنتكلم فيه؟ إيه اللي كان مطلوب مني في مباراة الوصل؟ نفس مشكلة مباراة الوصل أنت تعرضنا ليها في مباراة النجمة اللبناني. أنا عين في النار، أنا ما عنديش السياسة القوة في اتخاذ القرار. صحيح. إزاي أضحي ببطولة عشان خاطر بطولة؟ لا الجماهير هترضى ولا الأندية ولا مجالس الإدارات هترضى. فأنا لازم على الواقع أكون واضح. مباراة الوصل مش في قوة مباراة الترجي. ولا الوصل في قوة الترجي. أكيد أكيد. لأن عارفة إن الكرة الأفريقية غالبية الأندية أقوى اللي في آسيا. بالرغم إن في فرق لازم نحترمها زي الهلال السعودي، أهلي جدة، اتحاد جدة. فعايزين يعني نتكلم في العين الإماراتي كمان. إنما اللي أنا عايز أتكلم عليه أقول الاحترام للبطولة الأهم اللي بتأهلني لبطولة كأس العالم للأندية. أنا مش عيني على الترجي،
انا عيني على الترجي عشان اعتبرها محطه من المحطه اللي توصلني للاهم هي بطوله العالم للانديه. اكيد هو دي. فانا مع لا مباراه الوصل دي ما تاثرش فينا ما نتكلمش فيها وما نهتمش بيها. طيب. اهتمامنا هيكون بعد 45 يوم لما نروح نلعب مباراه الرد ان شاء الله باذن الله. راي حضرتك الافضل للنادي الاهلي ان هو كان يلعب اللقاء فعلا على برج العرب زي ما هيحصل يوم الجمعه اللي جايه ولا يتلعب هنا في القاهره؟ اولا في القاهره هنضمن بالتاكيد هنضمن الحضور الجماهيري ومش هيكون عنده مشاكل كتير. صحيح. ولكن انا مش اقدر اتحكم في هذه الجماهير في القاهره. اقدر اتحكم فيها ببرج العرب. صحيح. هيبقى في نقاط تفتيش، في دخول محترم. هقدر انظم عمليه الدخول والخروج، اعرف اسيطر على المباراه. انما هنا قولي لي ايه هو الملعب اللي يتسع ل 60 او ل 70 او 80 الف متفرج فيه؟ هو استاد القاهره فقط لا غير. امتى بقى نشوف النادي الاهلي مره ثانيه في استاد القاهره؟ ما هو استاد القاهره احل مشاكل الاول معاه. ده نمرة واحد. انا عليا ديون، انديه ثانيه عليها ديون نسددها. وهي ارقام يعني انا شايف انها ارقام بسيطه. انا بتكلم بوضوح، مش بتكلم في حته ان هم بيقولوا ان الملاعب فيها صيانه، يعني معقوله اروح العب انديه درجه اولى به من دوري المظاليم واسيب الانديه الكبيره اللي في مصر ما تلعبش على هذا الملعب؟ الاهلي والزمالك ما يلعبوش على ملعب استاد القاهره؟ ده استاد القاهره ده اتعمل مخصوص عشان الاهلي واتعمل مخصوص عشان الزمالك. اجي انا النهارده اقول عندي صيانه، عندي ديون، عندي كلام مش طبيعي. والملعب ده لازم يا يرجع يا يتقفل ويبقى متحف. متحف. نعمله متحف. ما هي اللي بيحصل ده نفقد الامل، يعني هم يفهمونا عشان نفقد الامل بس. لا ما نفقدش الامل. نفقد امل في ايه؟ في ملعبنا الكبير اللي موجود في استاد القاهره ده لازم يتحول لبانوراما. انت ده اقول لك على حاجه، وده كلام انا بوجهه لوزير الشباب والرياضه. لو قلنا ديزني لاند تروح تعملوا لي في استاد القاهره، لو قلت ان انا مش عارف عندي سباق السيارات مش عارف اروح اعمل في استاد القاهره، لو عندي بطولات لكره اليد اروح اعمل في استاد القاهره. لا ما ينفعش، لازم الانديه الكبيره وقطب الكره المصريه لازم يرجعوا يلعبوا في استاد. وانا من حقي انا استمتع باستاد القاهره. صحيح صحيح. والاخبار اللي بتتقال دلوقتي على الساحه الرياضيه ان شاء الله يوم 10 نوفمبر هيتم افتتاح او هيتم رجوع العمل مره ثانيه في استاد القاهره. بدل ده لازم اكيد. وبعدين ده اتفرج عليه تحفه، معمول تحفه وهتكون مفاجاه للجماهير. انت لو دخلت استاد القاهره هتتفرجي على ارضيه مختلفه، هتتفرجي على تراك عالمي، هتتفرجي على حاجات خطيره جدا جدا جوه استاد القاهره. يبقى انا لازم استفيد. وبعدين الجماهيريه الاكبر فين؟ انا كجمهور اهلي احنا رقم واحد في مصر. كجمهور زمالك رقم اثنين مثلا في مصر. لما تكون المباراه دي هناك انت هتستمتعي بالاستاد، انت هتدخلي تشوفي بانوراما اكنك في اقوى واعظم الملاعب في العالم. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، في الايام اللي فاتت دي او يمكن في الاسبوع اللي فاتت كان اللي فات كان الاهم والابرز على الساحه الرياضيه هو توقيع عقد الرعايه شركه برزنتيشن سبورتس ونادي الاهلي وقيمه عقد الرعايه اللي طبعا تفوق على اي قيمه عقد رعايه جه في تاريخ الرياضه المصريه. شفت ازاي الشراكه دي؟ طبعا احنا يعني انت بتساليني سؤال، انا يعني انا بحب الاهلي. وبصراحة ما كنتش راضي عن اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت ما بين الأهلي وبين الشركة الراعية السابقة أو الرجل اللي حاول يكون في النادي الأهلي. العلاقات ما بين مصر والسعودية جميلة جدا. أكيد. ولا يمكن لأي حد يفسد هذه العلاقات. صحيح. ولكن في لحظة من يتصور إن هو يكون قادر إنه يقود الأهلي هم أبناء الأهلي ورموز الأهلي. صحيح. برزنتيشن لما جت خدت عقد الرعايه، انا طبعا يعني برزنتيشن اعرف ان هي كانت بترعى اتحاد الكره المصري. صحيح. ولكن وجودها في النادي الاهلي يبقى مكسبها اكبر من اتحاد الكره مليون مره. اكيد. لسبب، لان الجمهور الاعظم هو جمهور الاهلي. اكيد. يعني منتخب مصر مع احترامي الكامل كل المشجعين بيشجعوه. ولكن لو انت جيتي خيرتيني ما بين جمهور نادية وجمهور، هيبقى في تفاوت. اكيد. العرض جمال العرض انه جايب ارقام جديده بتدعم مجلس اداره محترم. اكيد. بيقودهم راجل محترم اللي هو كابتن محمود الخطيب. ان انا اعمل 520 مليون في 4 سنين مقابل عقد سابق
500 مليون في خمس سنين. شوف الفرق. هو ده الرد القوي. ما ده الرد القوي. وبعدين هو الرد القوي انت يعني احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في سلعه مضمونه البيع. صحيح. بنتكلم في سلعه في قيمه تسويقيه. بنتكلم صحيح. في قيمه تسويقيه عاليه جدا. جدا. وانت لما النهارده تيجي تقول لي خمس طيارات قليلين يا شركه. انت لو عملت 10 طيارات وعملت 20 طياره هيقضون. وجمهور الاهلي هيروح ويتفرج على المباريات. ده اسم يا جماعه قوي جدا انا ما اقدرش اتكلم فيه. اكيد. فلذلك انا شايف ان عقد الرعايه روان من اعظم الضربات والخبطات لمجلس اداره الاهلي ودي بيقوي المجلس الحالي. بالرغم ان في هناك تهكمات وفي انتقادات وفي 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 ولكن لا يؤثر في رجل انا شايفه بيتحرك صح ومجلس اداره بيتحرك صح. ما بيردوش. ما انا حاجه من الاثنين يتكلم يشتغل. فالناس دي عايزه تشتغل. صحيح. مش فاضيه للكلام. صحيح. طيب نرجع مره تانية للفريق الاول لكره القدم واللقاء المرتقب والهام والحاسم طبعا قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه الجايه. هل تتوقع هيكون في مفاجآت في التشكيل باللي احنا شايفينه حاليا؟ اه اتوقع مفاجآت طبعا. انما المفاجآت انا يعني ما اتمنهاش. لان المفاجاه اللي هتحصل في التشكيل انا هخسر اكتر من كده ايه؟ يعني انت النهارده بتكلمين احمد فتحي ممكن يغيب، هتبقى مفاجاه ولا مش مفاجاه؟ لا دي مش تبقى مفاجاه، ده تبقى دي تبقى كارثه. تبقى كارثه. احمد فتحي انا شايف انه مصاب. الشناوي هل كويس ولا رجع بقى سليم او بيعمل تدريبات تاهيليه؟ انا مش عايزين مفاجات في يوم الجمعه. ارجوك يا نادي الاهلي يا رب احفظ اللعيبه لحد يوم الجمعه. يا رب. مش محتاجين مفاجات يا رب. حتى مش عايز تيأس المفاجأة السرة اللي هتبقى ليا ايه؟ هتقولي لي جاي سليم وعلي معلول سليم؟ هي دي المفاجأة الوحيدة اللي عندي. انما غير كده مفاجآت مش هتلاقي. تطبيق تقنية الفار في المباريات النهائية سواء هنا او هناك على ملعب برج العرب وكمان في رودس، شايف ان ده هيقلل بقى من المخاوف من التحكيم اللي عند جمهور النادي الاهلي؟ بالتأكيد. بس هل تقنية الفار هتيجي بنفس الإمكانيات والكاميرات اللي كانت متطبقة بيها في كأس العالم؟ اللي هي 32 كاميرا بنتكلم عليهم، ده هيتطبق.